اسم ديالي سلمى حريري، كنتمي لجمعية أبطال آسفي. السن ديالي 16 سنة، كان المستوى ديالي الدراسي الثالثة إعدادي. كندير الدراجة الهوائية، وأنا كنبغي الدراجة لأنني من كنت صغيرة وأنا كنبغي ندير هذا الركوب ديال الدراجة، ودابا هذه السنة الثالثة وأنا كنتناول هذه الرياضة. في السنة في 2017 اصيبات في الدار البيضاء وفي مراكش، وفي 2018 كنت حققت اصيبات تامة في المدن، وفي 2019 حققت كاس العرش. شنو الطموح ديالك؟ طموح ديالي هو نكون بطلة عالمية ان شاء الله. كاينين ابطال من مدينة اسفي كيشاركوا خارج المغرب وحققوا تاهما يا بزاف ديال الحوايج في الدراجة. كان بغيت نشارك خارج المغرب، ولكن خاصني حتى نربح البطولة المغرب اللي غادي تكون في شهر 5، وإن شاء الله بغيت نربح البطولة المغرب وربح حتى بطولة العالم، وعندي القدرة نربح بطولة المغرب وحتى بطولة العالم. ويلا نوريكم. خاصني نتبع على البروغرام اللي عطاني المدرب ديالي، وما نحاولش نخرج على الاطار ديالو، وما نحاولش نعجز باش ملي تكون شي كومبيتيسيون نحاول باش نربح في داك الصباح. على حساب الوقت ديال المدرسه، حيت مثلا الا كنت خارجه مع 10 البروغرام كتكون خاويه من 10 ل 12، كنحاول ندير ساعتين ديال الرياضه، كنمشي فيها اما الكاب ولا السبت كزوله على حساب الكيلومتراج اللي محدد ليا. كنحاول باش نعس بكري حيت الدراجه الهوائيه كتميز، حيت لما كديش كتنعسي بكري ما كتوصليش فيها، خاصك ضروري باش تنعسي بكري وتاكلي، تحاولي تبعدي على الحوايج اللي غادي يضروك، تحاولي تاكلي ماكله طبيعيه. وكنمشي للمدرسه وكنشوف لا كان البروغرام خاوي عندي كنمشي نتريني، لا كان عامر ما كنمشيش نتريني. لا بالعكس، هذه الرياضه في الدول الاوروبيه البنات بزاف كيديروا هذه الرياضه، هي ماشي عيب. الاغلبيه في المغرب كيقولوا عليها عيب، ولكن هي ماشي عيب، حيت هي مني كتركبيها وكتمارسيها ما كتبقاش تجيك الدراجه عيب، حيت هي اصلا من غير ان رياضه عندها فوائد بزاف للصحه بالنسبه للقلب والعضلات ديال الانسان. هي بطبيعه الحال الاولويه كتكون القرايه، حيت الشيء لما كانش القرايه ما غادي تكون رياضه. علاش مثلا؟ وضح لينا اكثر. حيتاش فهمتي خاصك بحال اللي ما كانش عندك القرايه ما يمكنش تكون رياضه، وهذا الرياضه خاصك كتبغي تكوني فيها قاريه بزاف، حيت قد ما كنتي قاريه وكتمارسي الدراجه قد ما تقدري تكوني مزيان. Thank you.